السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عشاق مشتركان قناه التيكي تاكا مع احمد السيد اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من تحليلات الدوريات الاوروبيه والعالميه مبروك لكل عشاق النادي الاهلي مبروك لكل جماهير النادي الاهلي مباراه النهارده في السيمي فاينل من دوري ابطال افريقيا ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد انتهت منذ لحظات في كازابلانكا في المغرب بفوز النادي الاهلي 2-0 باداء ولا اجمل ولا اروع ولا احلى ويعني كره ممتعه وكره جميله بيتسو موتسيماني شابور متسماني. تحيه لكل لعيبه النادي الاهلي رجاله رجاله رجال, 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 رجال عملوا المباراه النهارده زي ما انا طلعت امبارح وحللت قلت ان البطاله اللي لعبت اذا كنت هتعمل مجهود بدني 100% انا عايزك في الماتش ده تعمل 500 بالفعل بالكفاءه ان لعبت النادي الاهلي وبتثبت ان لعيبه يعني فعلا رجاله وحلمنا كلنا البطوله التاسعه النادي الاهلي ان احنا نحققها لعيبه النادي الاهلي ب... يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا حطينا قدم النهارده في المباراه الاولى في مباراه الذهاب في الفاينل من دوري ابطال افريقيا لسه مباراه العوده يوم الجمعه القادم ان شاء الله في استاد القاهره ولكن بنسبه 90% النادي الاهلي في الفاينل يعني كره القدم يعني فيها كل حاجه ولكن ان شاء الله النادي الاهلي ربنا يكرمنا ان شاء الله مباراه العوده لو بنفس الروح بنفس الاصرار بنفس العزيمه ربنا هيكرمنا في مباراه العوده وهنفوز على فرقه نادي الوداد عايزين نتكلم النهارده على مباراه نادي الوداد ونحلل بقى نادي الوداد والمباراه النهارده وكسبنا ليه وإيه الاسباب اللي ادت الى المكسب النهارده والحمد لله الحمد لله انا بتمنى الناس اللي ما شافتش الحلقه اللي انا حللتها امبارح لفرقه نادي الوداد كل الكلام اللي انا قلته اللي فرقه نادي الاهلي انها تعملها وصلحنا للفوز واسلحتنا للفوز ايه هي اتحققت النهارده وقلت انا عندي ثقه بيتسو موسيماني هيعمل الكلام اللي انا بقول عليه ده لان هي دي اللي بيقرا فرقه نادي الوداد واللي بيحلل فرقه نادي الوداد هيعرف نواجه نادي الوداد ازاي وقلت على كل الاسلحه اللي احنا نقدر نفوز بيها على نادي الوداد ونعمل شو كويس ونعمل عرض كويس ونستحوذ على وسط الملعب ونطلع بنتيجه ايجابيه من كازابلانكا وبالفعل ده اللي اتحقق النهارده بنكسب النهارده 2-0 فحاجه مميزه بحي بيتسو موسيمين المرة الثانيه كوتش كبير احسن كوتش في افريقيا كوتش عالمي يعني فعلا وانا حييت من حاله امس الكابتن محمود الخطيب <applause> ايه تاني بقول له كابتن بيبو الف مبروك على الفوز وعلى المكسب ان انت ده دخلت في الوقت المناسب وجبت بوتسو موسيماني كوتش احسن كوتش في افريقيا كوتش مميز مبروك لكل عشاق النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي خلينا نخش في اجواء التحليليه للقاء وعايزين نعرف بقى المجريات اللقاء والماتش مش ازاي وحكم النهارده سيكازوي اللي هو كان قاسي علينا قوي جدا سيكازوي النهارده فخلينا نخش خلينا نخش في الاجواء التحليليه ولكن قبل ما نخش في الاجواء التحليليه لو انت لسه مش مشترك انزل اعمل سبسكرايب واغبط اللايك المتين ويلا بينا نخش في الاجواء التحليليه لاحداث هذا اللقاء المباراه النهارده كانت على ملعب محمد الخامس في كذا بلانجا خلينا نشوف تشكيل النادي الاهلي النهارده بيتسو موسيماني لعب ازاي نفس التشكيل اللي انا قلته امبارح هو هو ولكن باستثناء طبعا يفضل بيتسو موسيماني ان هو يلعب بمحمد هاني على حساب احمد فتحي خلينا نشوف تشكيل النادي الاهلي النهارده لعب نادي بمحمد في على مرمى قدامه اثنين سنتر باك ياسر ابراهيم وايمن اشرف لعب باك بمحمد هاني ولعب باك ليفت علي معلول اثنين سنتر ميدل في نص لاعب اليو جونج جنبه عمرو السوليه وبلاي ميكر رقم 10 محمد مجدي قفشه وافرايد حسين الشحات ولعب بهاف ليفت اجاي وسترايكرز مروان محسن خلينا نشوف تشكيل نادي الوداد اللي هو لعب بيه النهارده لعب بيه حارس مرمى احمد رضا تكنوتي قدامه اثنين سنتر باك لعب بيه يحيى جبران ولعب بيه ابراهيم نجم الدين لعب باك رايت محمد رحيم ولعب باك ليفت يحيى عطيه الله قدامه لعيب في نص ملعب ابراهيم النقاش وقدامه اثنين اتاكينج ميدل الحسوني ووليد الكارتي لعب بهاف رايت بديع اوك ولعب بهاف اسماعيل الحداد وسترايكر وباك الراجل النهارده انخيل جامول عمل كارثه فنيه ما عملهاش اي كوتش مبتدئ كوتش سنه اولى في تدريب في افريقيا الراجل النهارده كان عنده الباك رايت وهو اشرف داري او العملود في اصابه عندهم فيعمل ايه الراجل جاب اللي هو اللعيب السنتر ميدل الرئيسي اللي عنده اللي هو جبران وقام لعبه لعيب سنتر باك مساك وجاب السنتر باك اللي هو محمد رحيم ولعبه باك رايد وبالتالي جاب ابراهيم النقاش ولعبه رقم سته سنتر ميدل في نص الملعب يبقى يعني الراجل ضرب السنتر باك وضرب الباك رايد وضرب نص الملعب طب انت هتكسب ازاي؟ يعني انا بشكره بصراحه على الـ الـ يعني الخطه اللي هو لعب بيها دي وضرب لنا يعني الدنيا كلها فبشكره قدرنا ان احنا نستغل الكلام ده وبدلنا باسلحتنا طبعا ان احنا نفوز ونطلع بنتيجه اللقاء فبالتالي فقد تماما يعني خط النص وفقد خط الدفاع ابتدت بقى مجريات اللقاء طبعا النادي الاهلي زي ما انا قلت وشرحت امبارح قلت لازم عشان نكسب نادي الوداد ناخد ضغط عالي على فرقه نادي الوداد وبالفعل محمد مجدي قفشه كان بيضغط مروان محسن كان بيضغط اجاي كان بيضغط وحسين الشحات كان بيضغط كنا ضغطين على الرباعي بتاع فرقه نادي الوداد وعلى الحارس المرمى مروان محسن كان حارس مرمى وبالتالي كانوا يعني بيشتتوا الكور بشكل يعني آآ بسبب الضغط العالي بتاع فرقه نادي الاهلي بيشتتوا الكور وبالتالي بتوصل لنا وبالتالي ده سلاح حلو احنا لعبنا عليه بحيث ان احنا ما نخليش لعيبه نص الملعب انها تستلم سواء وليد الكارتي او ايمن الحسوني او اوك او آآ آآ اسماعيل الحداد ان هم يستلموا الكرة ويعملوا خطوره هجوميه ده بالفعل يعني بنسبه كبيره احنا يعني كنا مسيطرين تماما وكنا بسبب الضغط العالي اللي احنا عاملينه الهايل ده بصراحه سيطرنا على وسط الملعب وكل الاحصائيات اللي احنا هنقولها في نهايه الحلقه بتقول ان النادي كان متفوق تماما تماما على مجريات اللقاء وبالفعل طبعا بسبب الضغط الحلو ده محمد مجدي قفشه يخش ويقطع الكوره من لعيب يعني ايه بنص ملعب لعيب لوج جبران نص ملعب يخش يلعب سنتر باك وبالتالي الراجل كان في ارتباك عنده فبالتالي يخش قفشه يقطع الكوره ويروح انفراد مع الحارس ريدا تكنوتي يحرز الهدف شطة جميله قوي يعني على رضا تكنوتي ار 2 صعب عليه طبعا ويبقى هدف الاول لفرقه النادي الاهلي فرحتنا وفرحت كل جماهير النادي الاهلي بالفعل يعني بعدها على طول النادي الاهلي سيطر على مجريات اللقاء تماما يعني فرقه نادي الوداد الخطوره بس كانت عن اسماعيل الحداد ولعبوا على محمد هاني محمد هاني انا بحييه بصراحه على المجهود العمر ولكن لسه يعني نقصه كثير نقصه كثير ولكن يعني في مجريات اللقاء النهارده الى إيه حد ما الى إيه حد ما قطع يعني كرات كتير على اسماعيل الحداد كان تفوق يعني الشوط الاول كان بسيط آآ آآ على آآ محمد هاني والشوط الثاني لا محمد هاني كان احسن بصراحة. من الشوط الأول، ولكن يعني كل خطورة كانت يعني عند, عند عن طريق إسماعيل الحداد، بديع أوك النهاردة يعني علي معلول، علي معلول يعني سيدي علي، سيدي علي بصراحة النهاردة علي علي باشا معلول يتقال له مع علي معلول علي باشا بيك معلول، الراجل بصراحة يعني النهاردة يعني تحية وبرافو برافو برافو أنا بسقف له بصراحة علي معلول على الأداء النهاردة والرجولة بصراحة علي معلول قفل وقطع مية نور على بديع أوك، بديع أوك من أحسن لعيبة وأنا كنت حاطط إيدي على قلبي على بديع أوك، يعني كنت ماسك أيدي يعني يعني كنت ماسك ايدي كده على قلبي بسبب بديع اوك بديع اوك لعيب ممتاز ولعيب يعني رائع النهارده علي معلول النهارده قطع عليه ميه ونور وكان في تعليمات من بيتسو السماني من اجاي ان هو يرجع ويقفل الحته دي وكان في تعليمات برضه من عمرو السوليه ان هو يروح ويقفل الحته دي بحيث ان بديع اوك يعني في موقف واحد واحد ما شفناش النهارده اي موقف واحد ضد واحد اي يعني النهارده فرقه النادي الاهلي بديع اوك كنا بنلاقي على طول مع علي معلول طالع له من تحت الارض عمرو السوليه وكذلك الناحيه الثانيه اسماعيل الحداد محمد الشحات يرجع وبرده ايدو جونج كان بيدوم فبالتالي بنضغط بلعيب واثنين وثلاثه النهارده الموقف الدفاعيه بحي بيتسو موسيماني وده يعني حاجه مميزه بيتسو موسيماني الراجل النهارده لو كان عندنا ريني فاين النهارده كنا يعني كنا هوا كنا كان هوا ريني فاين النهارده لو كان موجود ماتش عايز مذاكره وعايز تحضير يعني زي كوتش زي بيتسو موسيماني راجل مميز شابوني بصراحه وتحيه ليه وبرافو على التحضير للمباراه وحفظ لعيبه الاهلي يعني احنا عايزين ايه من ماتش وحفظ كل مركز احنا عايزين ايه من المباراه بعدها النادي الاهلي راح بفرصه واثنين برده عن طريق حسن الشحات وعن طريق اجاي وعن طريق مروان ضيعنا يعني بتاع فرصتين ثلاثة في الشوط الاول وقبل نهايه الشوط الاول طبعا بتيجي كوره غريبه جدا وعجيبه جدا للسترايكر وباكبا يخش طبعا يعني تجيله كرة كوره انفراد مع الحارس محمد شناوي حارس مات طالع يعني ايده جنبه ورجله جنبه الراجل ضرب غطس في حمام سباحه ويعني الحكم يعني فيكازو حسب ركله جزاء غريبه جدا ما تتحسبش من اي حكم ولكن حكام أفريقيا هم اللي بيحسبوا الحاجات دي انا مش عارف لو رغم وجود في فار والفار قال له تعالى وشوفها شفناها كلنا مفيش اي حاجه خالص معرفش الراجل اتخذ القرار ازاي اصلا تتحسب ركله ولكن يعني يعني ببركه ربنا وان ربنا فعلا مش ظالم وربنا فعلا عادل لينا يخش محمد الشناوي طبعا الاخطبوط المتالق يخش طبعا هي إيه صعبه ارضيه قويه يخش طبعا ويجيبها محمد الشناوي ومن اللاعب المتالق بديع اوك وبيحافظ على تقدمنا وبينتهي احداث الشوط الاول 1-0 لصالح فريق النادي الاهلي مع بدايه الشوط الثاني بين لك بيتسو متسمان ان كوتش قاعد مصحصح كوتش يعني يعني تركيزه وذهنه في اللقاء رجل مش الراجل يعني مركز في احداث اللقاء على طول طبعا في الحكم كان متربص بينا بسبب فكرة الجزاء وادى انذار الشوط الاول لاليو ديونج فبالتالي يعني بيتسو متزماني حس ان اليو ديونج ممكن الحكم يتربص بيه ويدي له انذار تاني في اي كوره في اي احتكاك في اي لمسه ونطرد طبعا ويبقى في الاهلي يلعب 10 واحنا مش يعني مش في حمل بقى حاجه زي كده تاني كفايه المجهود البدني العالي اللي احنا عاملينه واحنا متقدمين فالراجل عمل تغيير حلو قوي قام نزل حمدي فتحي اللي هو ما يقلش عن يعني اليو ديونج في القوه والسرعه وقاطع للكرات وباسير وشوتر ممتاز وبالفعل يقوم بنفس الدور بتاع اليو ديونج الشوط الثاني بقى شوط مميز لفرقه النادي الاهلي سيطرنا تماما 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 على مجريات نص ملعب قفشه <applause> يعني واحد من نجوم اللقاء محمد مجدي قفشه كان بينزل وتحرك في كل حته محمد مجدي قفشه في اليمين وفي الشمال وبينزل يستلم وبيروح وفي كل حته في كل حته محمد مجدي قفشه كان شبه يعني العفاريت في ارض الملعب وهو يعني انا بديله النهارده رجل المباراه محمد مجدي قفشه وطبعا كل لعيبه قال النهارده رجاله النهارده عملت مجهود بدني رائع ولكن النهارده انا بخص النهارده محمد مجدي قفشه اللي هو تفوق بالزيادة الراجل النهارده يعني زي ما انا قلت كان بصراحه اتحرك في كل حته في الملعب وكان بياخد بين وشغل حسين الشحات وشغل اجاي وشغل برضو مروان فبصراحه يعني كان مميز جدا النهارده ما شفناش وليد الكارتي كان يعني بصراحه عمرو الصلاي وحمدي فتحي يعني ماسكينه النهارده وقايمين بدور مميز زي النهارده بديع اوك وعلي معلول النهارده يعني حطه في جيبه ناحيه اليمين اسماعيل حداد هو بس اللي كانت خطوره الشوط الاول ولكن تحس انه جاله وجهاد الشوط الثاني ما قدرش يكمل كان... الشوط الثاني ما شفناش اي كوره خالص على محمد الشناوي باستثناء الكروسات العرضيه من الكورنرز الكتير قوي اللي كانت على النادي الاهلي او الضربات الثابته من خارج المنطقه ولكن الشناوي قدر إنه يتعامل بشكل مميز مع الضربات الثابته والكور العرضيه والكورنرات والنادي الاهلي طبعا راح بقى على الكاونتر طبعا عن طريق مجدي قفشه كان بيشغل حسين الشحات وراح في انفراد ما يضيعش يعني حسين الشحات لازم يركز في الكور دي يعني هي المباريات الفاينالات ومباريات السيمي فاينال هي ان احنا بنروح يعني بكورتين ثلاثه اربعه لازم نفنش ولازم نخلص يعني انفراد لازم تبقى انت مركز في الفينش يعمل يعني كوره طبعا يحطها في اسم جون رضا تكنوتي كان بعدها على طول بسبب حلاوه طبعا بيتسو موسيماني والكاونتر اتاك اللي كان بنلعب عليه النهارده اجاي يخش طبعا جوه منطقه الجزاء ويشوت شوطه تيجي في ايد اللاعب ابراهيم نجم الدين ويحتسب الحكم طبعا سيكوزوي بينالتيز بسبب وجود في فور يعني انا لو ما كانش في فار سيكازو ما كانش هيحسبها ولكن بسبب وجود في فار طبعا يقدر طبعا نحرز على بينالتي يخش طبعا سيدي علي باشا معلول يخش يشوطها ويحرز الهدف الثاني لصالح فرقه النادي الاهلي وطبعا بعدها النادي الاهلي بيكسب مسامير قال لعيبه يعني لا تبقى ريلاكس في الملعب وتنقل كوره وتنقل باصص كتير بحيث ان احنا نجهد فرقه الوداد اكتر اللي احنا بدنيا بصراحه كنا حلوين قوي النهارده وفنشنا 90 دقيقه بشكل مميز وبشكل بدني رغم ان احنا كنا يعني ماتش بيراميدز اللي فات عاملين مجهود بدني خارق يعني الحاله البدنيه زي ما انا قلت اللي المعد البدني اللي جاي برفع رفاعه مع بيتسو متسيماني الراجل يعني عامل يعني كيرف وهيبان شغله قدام لسه كمان لسه منتظرين منه شغل كتير وشغل اكتر فريد النادي الاهلي ان يعني الراجل كان مميز من فريد سان داونز فريد سان داونز كان ما كان بيجري في ارض الملعب انا النهارده فريد النادي الاهلي بصراحه ما كان بيجري برضه في ارض الملعب نتمنى ان الكيرف برضه يعلى ومستوى يعلى, يعلى. يعني وبينتهي احداث اللقاء 2-0 لصالح فريد النادي الاهلي مبروك للنادي الاهلي مبروك لكل عشاق النادي الاهلي عملنا مباراه حلوه فنيه بشكل مميز فبدنية بشكل مميز بحيي كل لعيبه الاهلي 11 راجل كانوا في الملعب بحيي بيتسو موسيماني يعني فعلا انت الكوتش المميز وبصماتك واضحه في فرقه النادي الاهلي من ماتشات من اول ما انت مسكت من اول ما انت مسكت بصمتك فاتحه في النادي الاهلي بتمنى التوفيق طبعا لسه عندنا مباراه يوم الجمعه في استاد القاهره بتمنى التوفيق للنادي الاهلي وان احنا برده نحقق فوز ونعمل مباراه حلوه ونوصل طبعا بشكل مطمئن للفاينل عشان نحصل على البطوله التاسعه لينا ان شاء الله في بطوله دوري ابطال افريقيا بعد نهايه اللقاء خلينا نشوف الاحصائيات بتاعه المباراه خلينا نشوف النادي الاهلي عمل ايه اللي كان متسيد اللقاء تماما الشوتس على المرمى او التسديدات على مرمى النادي الاهلي شاط 11 شوطه ونادي الوداد شاط 8 شوت التارجت تسديدات على المرمى ال... اللي بين التل... بين الثلاث خشبات شوت النادي الاهلي ثلاث شوطات ومنها احرز هدف طبعا ونادي الوداد احرز شوتين ده يبين طبعا محمد الشناوي ما كانش يعني كان مسيطر تماما وما كانش في اي خطوره علي البوزيشن الاستحواذ النادي الاهلي كان بيلعب في كازا بلانكا ووصل البوزيشن 52% نادي الوداد طبعا 48% الباسز الباسز او التمريرات 393 تمريره مقابل 348 تمريره الوداد ده يبين ان بيتسو موسيماني بيحب الباسز الكتير بيحب الكوره كتير والنقل كتير يعني انت هتلاقي دايما في يعني علاقه طرديه ما بين الباسس اللي هو وما بين البوزيشن يعني هو الباسس هو اللي بيؤدي للبوزيشن كل ما يبقى انت معاك الكوره كتير وتنقل الكوره كتير كل ما البوزيشن معاك هيبقى استحواذك على الكوره هيبقى اعلى وبالتالي طبعا الباسس اكيورسي دقه بقى التمريرات دي كانت 79% للنادي الاهلي مقابل 75% لفريق في نادي الوداد الفاول طبعا النادي الاهلي 18 فاول و12 فاول على فريق نادي الوداد اللي له كان 3 طبعا لفريق النادي الاهلي و2 على فريق نادي الوداد والريد كارد ما فيش اي كروت حمراء والاوفسايد النادي الاهلي يعني الحمد لله كان في تركيز النهارده اوفسايد كان واحد بس علينا وبرده نادي الوداد ما كانش فيه اي خطوره خالص على المرمى واحد والكورنرز احنا ما جبناش اي كورنرز ده يدل على الدقه الموجوده عن فرقه نادي الاهلي النهارده وان احنا كنا بنفنش الهجمات وال11 يعني شوطه كانوا يعني على المرمى مقابل طبعا 11 كورنرز لصالح فريق نادي الوداد مبروك لكل جماهير الاهلي مبروك لكل عشاق النادي الاهلي بس ده كان تحليل مباراه النادي الاهلي والنادي الوداد كان معاكم احمد السيد مع قناه التيكي تاك احمد السيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته